الخاتن، الطبيب أو الخاتن إذا مثلا إذا مس فرج الطفل أو الكبير البالغ إذا ختنه يعني من دون قفاز، ها فإنه لا ينتقل. لماذا؟ لأنه ما قصد الشهوة. كذلك القابلة المولدة اللي تولد النساء، كذلك المرأة لما تغسل طفلها مثلا الصغير، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن من دون 7 لا ينتقض وضوءه مطلقا، يعني لا ينتقض وضوء من مس فرج من دون 7 مطلقا.